السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه آه ان شاء الله دباله لكم آه فايحة السلام وقادرته لكم ان شاء الله يوم آه اول حلقه سلف حلقتنا كتاب آه تنبيه كتاب آه روضه الانوار في سيره النبي المختار ديبو قن نتهاجيتو الكتاب اللي الرحمن المبارك فورا لفيو لكتاب اللي روثر نوارتو والكتاب اللي دي سيرة نتهاجيتو يوم مقدمات نتهاج لنا طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم من مولده ونصبه ومنشأه وأسك وفاته دي بقى نتهاجيتو وإن شاء الله حلقة حلقة مودية كفال كفال حتى كفال كائن حتى حلقة كائن سبع دقيقات ثمان دقيقات إن شاء الله لا يتحلف وممكن دعاء نطلب وتوفيق من رب العالمين وإن شاء الله مثل كلنا نتابع ومن ربي إن شاء الله لا تحيسن ركب <applause> محمد صلى الله عليه وسلم الاصل والمنشا والاحوال قبل النبوه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ديغبي لا اصل ديغن انتهاجيته ولا منشا ولا احوال لايكو فعلت نبي إنديجبي ورسول اندي جبي. يوم دي بن الله الشريف ان النسب الشريف هو اكرم خلق الله واخر الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اكرم خلق الله تعالى على الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخر رسول واخر نبي حقه ليت الاكاتو وخاتم الانبياء هو خاتم الانبياء الخاتمةً تلا حقه لي يمت او النبي رب العالمين لأكان كان صلى الله عليه وسلم وسميته محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المنطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان اللي سميته محمد بن كده بن كده محمد وفلان 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 اللي هي اللي بيناته صلى الله عليه وسلم وعدنان هيني من ذرية نبي الله اسماعيل ابن ابراهيمته عليهما السلام بالاتفاق ولكن لم يعرف بالضبط عدد عددا ولا اسماء من بينه وبين اسماعيل عليه السلام طبعا لا دي عدنان بعد الله وعدنان هيني من ذرية سيدنا اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم ابن سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم يعني قصتهم انتم يعني, يعني, يعني آه كم سال هاجروا كم سال ماتوا سيدنا إبراهيم كفوت إسماعيل ولد إبراهيم كفوت ودي بمنام أيو كله يعني موضوع نايو ناي سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل لبناتا هذا دي يوم دي بسيرة سيدنا محمد إنتهى لكن جل الأسماع لكن فين قعدنا وفين سيدنا محمد كمتم لح بحساب نتعلبو ومرام يكونيني <applause> بالضبط كده نبل أسماء لا ذكرنا اما امه اللي اتجهنا لكن تجاه امه هذينا من قبل اما امه صلى الله عليه وسلم ام سيدنا محمد يعني فهي امنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب وكلاب من الجد هو الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهه ابيه فابوه وامه من اصل واحد ابوه والأمه ولا ودي توم لك كلاب دبو وتمادوا فأبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب واسمه حكيم وقيل عروة لكنه لصيده بالكلاب فعرف بها لكلابين سميته حكيم لبول علو لكن آآ آآ بكر بوجه على وقيس على وسيد قيس على للقبنا يكم سلك إن فقرة أدي دي بقبيلته ذنة صلى الله عليه وسلم قبيلته قبيلته يعني ميتة. ادي امو ابو امرنا و دبنا الشريف لنايو وأبوه مون مدمن ودمنتو وام من ولات من ولات هاجينا ادي لقبيلته دبنا صلى الله عليه وسلم وقبيلته صلى الله عليه وسلم هي قبيله قريش المشهود لها بالشرف شرف كل شاهد قلاد وكل الامره آه والرفعه وقداسة المكان بين سائر العرب وهو لقب فهر بن مالك أو النضر بن كنانة وكلهم كانوا سادات وأشراف ولكن امتاز منهم قصي وأسمه زيد بعدة ميزات فهو أول من تولى الكعبة من قريش فكانت إليه حجابتها وسدنتها اي كان بيده مفتاح الكعبه يفتحها لمن يشاء ومتى شاء وهو الذي انزل قريشا ببطن مكه قصي لكل واحد وادي الهله واسكنهم في داخلها وكانوا قبل ذلك في دواحيها واطرافها مدير دواحي مكه على وحواليها علو الاسماء لا سموه القصي مرت يعني تميز منهم آه كلهم سادات علو واشراف علو لكن إن قصي وسميته زيد أكان على تقوله وميزات على تقلب له زيادة من النوم وتو أول إنسان مفتاحنا نايك لا على توتو و وكل الأحد فاتها على وكل الود على ولا الباسة على و كمان مكة لك ريوم وبنكلم أيام زاتو قصيتو قلبي بدير دي بدأ واحد ناي ودي بعد ودي بقرة نبر علو لوم قريش وأسكنهم في داخلها وكانوا قبل ذلك في دواحيها وأطرافها متفرقين بين قبائل أخرى وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة والسقاية آه والذي أنشأ السقاية والرفادة والسقاية ماء عذب سقاية يعني ميتة، لا ماي وست على ماء عذب من نبيذ التمر أو العسل أو الذبيب ونحوه كان يعده في حياد من الأديم يشربه الحجاج الرفادة والسقايه كلها دي بديها على كم سلم ما بعد دي على السقايه هي يعني حوت وكم سميتو على ومن تمر أو من زبيب أو من معر ندأس نيو عصير اللي على. له حجاج على قل الحجاج حجاج ما استي ود على قل الحجاج حجاج أستي على قل الحجاج له اللي هي آه بعلى اللي السقايه اللي نبيز تودي على بالله يعني السقايا دي بديهو جمعت. والرفادة طعام كان يصنع لهم في الموسم برضو الرفادة يعني نبراتة دي بموسم ما ياما حج نبرد كم هلا تلاجات وتكييف ومطاعم اللي قالي على لتحارد واللي قال نوالي اللي تحارد ولقى لما إلا السقاية والرفادة لا ودايا اللي قصيتو وترأتمو بعلى وتر أشرف دي بعلى وتو مسؤول من على آه، طعام كان يصنعه لهم في الموسم وقد بنى قصي بيتا بشمال الكعبة عرف بدار الندوة ولا مسكبه يعني مسكبنا بيت عباي بنا قاشلت كبد دي على ديوانتو واللي هنا يعني مسموه دار الندوة يعني هنا يعني الشمال ناي يا الكعبة على وهي دار شورى قريش ولا دار اللي يعني بيت الشورى دار الشورى علت لا دار الندوة لقريش ندمت أو ديبو قومات من بوم ما من بوم ما ديبو كان أحد قمع على واحد شاور على مقرح قرح على وكان ناشورتهم على وقسيت لبنيو وشمال لك عبت على وسمعته هيني يعني دار الندوة لبولا ومركز تحركاتهم الاجتماعية أي حاجات لما اجتمع عمل الحك ل ل ل وش... ل لا كان من البقس على ولا كان لا كان ناي يوم كان يمقرحوم وبيت ناي كلهم علت فكان لا يعقد نكاح هداي لقاب آه ولا يتم أمر إلا في هذا الدار أي هداي وصنعت عقد إن لك التوبة ولا ودو صنعت دي بالدار اللي كان لقب على وكان بيده اللواء والقيادة ودي بداني يعني لواء ل يوم ولقيادة كل دي ودي على فلا تقد رايه حرب الا بيده توتر ودي على وكان كريما وافر العقل صاحب كلمه نافذه في قومه كلمات على تقول كريم على شجاع على تعقاي على وتوتر وجههم على وتوتر ودياس انا قبي يعلتني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>